اسمه بيير بريل، أنا صحفي، وفي سنة 1991 كنت مراسل مخصوص لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس. فكنا مئات صحفيين في منطقة الخليج جايين من العالم كله. وصلت إلى مملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني. أنا شخصيا خلال هجوم الجوي بقيت في العاصمة الرياض مع أكثرية زملائي الصحفيين الفرنسيين. فكنا نزور القيادات الجوية الدحران والأحساء حتى نزور طيار والطيران التحافي الدولي. وطبعا كنا نزور كمان الخطوط الأمامية جنب الحدود الكويتي. يوم 24 شباط وقت هجوم الأرضي ذهبت مع القسم الفرنسي دقي، وكنت امبيدد داخل كتيبة البروميس باي. كنت مع الجود الفرنسيين، رحت معهم وشاركت معهم خطر الطريق بسبب عدم اليقين. تركنا منطقة السعودية حفر البتين، وبعد ثلاثة أيام فقط معركة وصلنا إلى مدينة سلمان في العراق. واليوم الرابع معركة الجيش العراقي صار محزوم تماما، وفي الدقيقة المضبوطة الأرض والشعب الكويت كان محرر من احتلال القوات العراقية. وقف العمليات العسكرية، وبعد اطلاق النار أنا رحت مع وزير الدفاع الفرنسي بيير جوكس إلى مدينة الكويت حتى نشوف العسكريين الفرنسيين الذين كانوا مشغولين لتنظيف الشاطئ البحر من الألغام، لأنه كان في ملايين ألغام تحت الرمل. وكذلك انتهى الحرب وبدأ تعمير إمارة الكويت. واليوم بعد 30 سنوات أنا أخوض كزملائي إنني كنت موجود في حرب عادلة لتحرير الكويت. فإن تبقي داخل قلبي ذكرى قوية وجميلة جدا جدا.